إذا كتب الله عز وجل في المغرب إن شاء الله نشوف واش نديرو. أنا أبريفير كازا وإن شاء الله بعد الرباط نديرو كازا إن شاء الله. أبو زايد قطر يمكن والله وما يعلم الغيب إلا هو. إذا كتب لي سيدي ربي نمشي نمشي إن شاء الله. أبو بكر علاقتك بالحريرة حلوة؟ لا حريرة حريرة ما بغيتش نقول دابا فرض لأن الفرض اللي كتبوا سيدي ربي ولكن واجب في رمضان ولكي تقل حريرة تبارك الله عليك. قلتي وعدتينا الفطور بغايا البرجر ان شاء الله اذا درها اخويا عمر مرحبا نقدروا نديروا الفطور ولكن ماشي بالبرجر. ابو زعيشر بزاف ديال الناس كيلاحظوا بان ايمانك بالله قوي بزاف ضروري لان نحن قومنا عزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا غير الاسلام دينا اذلنا الله. النور اللي في وجهك كيكون من عند الله، الرزق من عند الله، القوه من عند الله، القبول من عند الله. اذا ما كتبش الله سبحانه وتعالى القبول ولا الحبه ما يكونوش الناس يجيو بزاف هكذا. احنا هذه اللي خصنا نعيشوا بها وهذه العقيده ان الانسان دائما يكون عقيده وصلته مع الله عز وجل وهذا هو المجال اللي كيفتح الله عز وجل وكييسر الامور. وهذا كنقولها للشباب وخصوصا الشباب اللي مجين وهذا كيف ما كان وكيف ما خطا الانسان وكلش كنخطا وكنديروا الاشياء الله يعفو علينا وعلى الجميع ولكن خصنا دائما صلاتنا مع الله دائما تكون هذيك واللي ما عجبوش الحال يطلع للسماء وينقز. هذاك اللي كنقولها من القلب ديالي لان كل شيء اللي عطانا سيدي ربي من بيدي وكل شيء جاء من عند الله عز وجل والحمد لله على كل حال. شنو سر النجاح ديالك ابو؟ هو الله عز وجل، هو صلتي مع الله عز وجل لانه في السماء رزقكم وما توعدون وكل شيء ما حيت ما قطعت طرف ديال اللحم من شي واحد، ما زيت على شي واحد، ما ظلمت شي واحد، ما ديت حق شي واحد، كل شيء كتب لنا سيدي ربي من عنده لا في المجال هذا ولا في المجال هذا. واذا كتب لي الله عز وجل نفتح 10 المحلات الحمد لله، كتب لي الله عندي غير محل الحمد لله، كتب لي الله ندير 10 الكومبات الحمد لله، عطى لي ما ندير الحمد لله لان فيه بزاف والامور تحنا غير انسان حنا كلشي ضعاف وتحنا عندنا المشاكل ديالنا البدنيه الصحيه العائليه وهذه اللي خصهم يفهموها الناس ماشي يشوفوا كلشي على الاضواء يقولوا اوه السماء مزيان وكلشي مزيان. على شي مرات عندنا دائما الميزان طالعين ونازلين وعلى شي الله اذا كتب الله عز وجل نفتحوا شي حاجه، اذا كتب الله نديروا كومبا نديروا كومبا وهذا كلشي من عند الله. هذا اللي بغيت نقول. شنو النصيحه ديالك للشباب باش ينجحوا في الحياه؟ نصيحتك للشباب؟ نصيحتي للشباب اولا تقوى الله، رضا الوالدين ويكملوا القرايه ديالهم، يسمعوا الوالدين ويمشوا في ديك الطريق حتى كيف ما كان صعيب ويمارسوا الرياضه ديالهم باش يكونوا احسن مني واحسن من جميع الرياضيين. وحنا الحمد لله الشعب والجيل المغربي من احسن واقوى الاجيال في كل اتجاهات اذا شدينا روحنا والتزمنا وقوينا وتوكلنا على الله والله لو عندنا العزيمه في كل مجالات. وسبحان الله ملي كتشوف انت قدامك كتشوف هذا الشيء كلشي داروه المغاربه وهذا الشيء كاين وممكن ونقدروا نديروه هذا الحمد لله. حتى انتم صحفيين تبارك الله عليكم من عنا نفسنا وكل شيء وهذا كل شيء باش كتشوف كتكون فخر ما كتشوف المغاربه ديالنا كيوصلوا وكيديروا الاشياء. وهذه اللي بغيت نقولها للشباب وتوكلنا على الله وكنحاولوا نكونوا في حسن ظنهم نكونوا في الصوره ديالهم ان شاء الله اللي مزيانه. ابو زعيطر شنو الراي ديالك على المعيشه وارتفاع الاسعار هذه الايام؟ والله انا نقول لك ان الناس كيشتكوا من ارتفاع الاسعار ومن ديك هذاك غير هنا. نقول لكم والله الا الناس كلاو الضق في العالم كامل والله الا في كل مجال كنشوفوا الناس كيتشكاو ما عندهم شي وكيتقاتلوا على الزيت وعلى الطحين في اوروبا. احنا الحمد لله باقي عندنا الخير واذا دقيتي في اي باب ديال المغربي كيف ما كان والله ما يردك في الباب ويعطيك تاكل ويدخل ويقسم معاك وهذاك هي. وحنا الحمد لله كنطلبوا من عند الله لان هذه من فوق لان انتم عارفين احنا ما كندخلوش في السياسه وماشي بيد شي واحد بيد الله. وهذا حصلات شوف راه المازوت كيوصل حتى 3 اورو في الخارج كيفاش ديك الناس يعيشوا؟ هذه هي علاش ارتفاع الاسعار وعندنا هذه الحمد لله الله 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 يكون في العون. وحنا كنحاولوا نساعدوا الناس في رمضان كيف ما كان حتى بالقود العيش وكنحاولوا لقمه الخبز اذا وصلناهم للدار هذا اذا كتب سيدي ربي الحمد لله. وعلاش ذاك الشيء كنحاولوا نساعدوا الشباب. ابو زعيشر فضيل الجمهور الجمهور ديالنا اللي جاو هنا ولا شكون؟ الله تحيه جميع وكنحبكم وكنحبكم وتبارك الله عليكم وشكرا دائما كنحاولوا نكون الله يعزك الله يحمد انا الله اي لوف يو الله يعزكم. علاش مجموعه المطاعم ديال كامل سميتيهم روايه؟ لان اسم جميل
والله هاف عنده واحد الهيبه وعنده واحد الاسم مزيون والحمد لله ما درنا اسفل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.